أصدقائي بالانتشار، نحن اليوم على الموعد كلنا سوا مع استحقاق انتخاب نيابة جديد. هالسنة أكيد مش رح يكون مثله مثل غيره. بتوقع علينا مسؤولية كتير كبيرة، هو أنه نختار ونصوت صح، بالأخص بهالمرحلة الصعبة اللي عم يمر فيها وطننا لبنان. العناوين كتير كبيرة: كابيتال كنترول، استعادة الأموال المنهوبة، التدقيق الجنائي، والتحقيق بانفجار مرفق بيروت. مشان هيك ندعيكم اليوم من بلجيكا أنه تسجلوا بكثافة قبل 20 تشرين الثاني. ما تروحوا الفرصة علي. لقونا على انتخابات حرة. تعوا انتو ومالكم السياسي واعلامكم المدفوع والدول يلي دعمتكم، تعوا واجهونا. نحن العزل إلا من كرامتنا وشعبنا الواثق فينا.